كيفكن اليوم؟ محضرين جسدياً وعقلياً ونفسياً لحلقة جديدة من تعلم اللغة العربية؟ بدي منكن تجهزوا الورقة والقلم لحتى تتابعوا معي هالحلقة وتستفيدوا قدر الإمكان. شو يعني قدر الإمكان؟ يعني على الآخر قد ما فيكن تستفيدوا من يلي عم تتعلموه وبتشاهدوه على التلفاز. وهلأ قبل ما نبدأ حلقتنا بدي منكم تستمعوا للأغنية. ملابسي جميلة أنواعها كثيرة، دائما مرتبة ألوانها عجيبة، خضراء صفراء حمراء، كل الألوان موجودة، منها الطويل ومنها القصير، القطن والحرير للصيف والربيع، الصوف والفرو للبرد والصقيع. ملابسي جميلة أنواعها كثيرة، دائما مرتبة ألوانها عجيبة. تابعوا معي بهالنص التالي. ماذا ترتدي الحيوانات؟ ماذا ترتدي؟ شو بتلبس الحيوانات؟ الناس يلبسون ثياب، إذن الناس بيلبسوا ثياب. لكن هل ترتدي الحيوانات ثياباً؟ شو أقولكم؟ الحيوانات كمان بتلبس ثياب؟ ماذا يكسو جسمها؟ شو بيغطي لجسمها؟ ماذا يكسو جسمها؟ هيا بنا نكتشف، رح نشوف شو بغطي جسم الحيوانات. الكرد يكسو جسمه الشعر. القرد شو بغطي له جسمه من برا؟ الشعر. القنفذ تكسو جسمه الأشواك. بشك القنفذ تذكرته بيحتمي بالأشواك بدافع عن نفسه. السنجاب يكسو جسمه الفرو. السنجاب يلي منشوفه وين؟ على الشجرة، عم بنط من شجرة إلى أخرى. ماذا يكسو جسمه؟ الفرو. الجمل يكسو جسمه الوبر. والجمل شو بغطي له جسمه؟ الوبر. والطيور، الطيور جميعها، كل الطيور شو بغطي له جسمها؟ شو قولكم؟ الريش طبعا، يكسو أجسامها الريش. أما فراخها الصغيرة، شو يعني فراخها الصغيرة؟ الصغار من الطيور يعني أولادها للطيور، فيسمى ريشها الزغب. فإذن الزغب هو ريش طيور صغيرة اللي بعد ما كبري، الفراخ يعني. أما السلحفاة فيحفظ جسمها درع صلبة، تحميها درع هيك المصروفة قاسية بتغطيها للسلحفاة. تابعوا معي عن جديد. ماذا ترتدي الحيوانات؟ الناس يلبسون ثياب، لكن هل ترتدي الحيوانات
ثياباً ماذا يكسو جسمها؟ هيا بنا نكتشف. القرد يكسو جسمه الشعر، إذن القرد شو بغطي له جسمه؟ الشعر. القنفذ تكسو جسمه الأشواك، القنفذ الأشواك. القرد الشعر، القنفذ الأشواك. السنجاب يكسو جسمه الفرو، السنجاب شو بغطي له جسمه؟ الفرو. الجمل يكسو جسمه الوبر، الجمل شو بغطي له جسمه؟ الوبر. الطيور جميعها يكسو أجسامها الريش، أما فراخها الصغيرة فيسمى ريشها الزغب. فإذن الطيور كلها شو بيكون في عجسمها؟ الريش. بس لما تكون بعضها صغيرة فراخ، صغارها يعني صغار الطيور، شو بغطي لها جسمها؟ الزغب. أما السلحفاة فيحفظ جسمها درع صلبة. عن مين حكينا؟ عن القرد. شو بغطي له جسمه؟ شو؟ الشعر. القنفذ شو بغطي له جسمه؟ الأشواك. السنجاب شو بغطي له جسمه؟ الفرو. الجمل شو بغطي له جسمه؟ الوبر. أما الطيور فكلها بتتغطى بشو أجسامها؟ بالريش. بس لما تكون صغيرة فراخ بغطي لها جسمها زغب منسمي. والسلحفاة شو عندها؟ درع صلبة تغطي لها، تغطي جسمها بشو؟ الدرع الصلبة. فهمتوا منيح النص؟ هلأ بدي منكم تفتحوا عينيكم كتير منيح ودينيكم أيضا لتشاهدوه عبر الشريط المصور، ونرجع منتابع. ماذا ترتدي الحيوانات؟ الناس يلبسون الثياب، لكن هل ترتدي الحيوانات ثيابا؟ ماذا يكسو جسمها؟ هيا بنا نكتشف. القرد يكسو جسمه الشعر، القنفذ تكسو جسمه الأشواك، السنجاب يكسو جسمه الفرو، الجمل يكسو جسمه الوبر، الطيور جميعها يكسو أجسامها الريش، أما فراخها الصغيرة يسمى ريشها الزغب. أما السلحفاة فيحفظ جسمها درع صلب. ركزتوا منيح على الشريط المصور، سمعتوا منيح. هلأ في عندي مجموعة من الأسئلة حوله. أعدد الحيوانات التي ذكرها النص. شو هن الحيوانات اللي ذكرها النص؟ مين بيتذكر؟ القرد. أحسنتم. مين كمان؟ الجمل. مين كمان؟ إذن القرد، الجمل، السنجاب، ماذا أيضا؟ السلحفاة، ماذا أيضا؟ مين بيتذكر؟ هتا نبلش نكتبهم سوا. إذن أولا القرد،
السنجاب القنفذ، ذكرتوا القنفذ؟ ماذا أيضا؟ الجمل والسلحفاة. إذن القرد، السنجاب، القنفذ، الجمل والسلحفاة. هلا بدي منكم تفكروا منيح، ما المخلوقات التي يكسو جسمها الريش؟ شو هي المخلوقات؟ شو يعني المخلوقات؟ يعني شو هن الحيوانات يلي بغطي جسمها الريش؟ شو هن؟ طبعا الطيور. فاذا المخلوقات التي يكسو جسمها الريش هي الطيور. اكتبوا معي، المخلوقات التي يكسو، شو يعني يكسو؟ بغطي جسمها الريش هي الطيور. السؤال التالي، ماذا يحفظ جسم السلحفاة؟ في شيء يحفظ لجسمها، يحميها للسلحفاة، شو هو؟ مين بيتذكر؟ إذن شو هو الشيء اللي بيحفظ لجسمها للسلحفاة؟ ماذا يحفظ جسم السلحفاة؟ يحفظ جسم السلحفاة، قولوا معي، فكروا، تذكروا، درع صلبة. شو يعني صلبة؟ قاسية بتحميها من الأخطار. اكتبوا معي، يحفظ جسم السلحفاة درع صلبة. شو يعني درع صلبة؟ يعني قاسية. ماذا يلبس الناس؟ شو بيلبسوا الناس؟ يلبسوا الناس ثيابا، طبعا يلبسوا الناس الثياب. ماذا؟ فكروا منيح، في عنده اسم مختلف. ماذا يسمى ريش فراخ الطيور الصغيرة؟ الفراخ يعني الطيور الصغيرة، ولادة للطيور. شو بيسموا لريشون؟ شو بيسموا ريش هذه الفراخ؟ شو اسمه؟ مين بيتذكر؟ إذن بعيد، ماذا يسمى ريش فراخ الطيور الصغيرة؟ يسمى ريش فراخ الطيور الصغيرة، العالي قولوا، الزغبة. أحسنتم، إذن يسمى ريش فراخ الطيور الصغيرة شو؟ الزغبة. ماذا نسميه؟ الزغبة. وهيك منكون انهينا الأسئلة حول هذا النص. عرفتوا تجاوبوا عليهم؟ طبعا. شو رأيكم هلأ نتوقف ونرجع منتابع؟ طلعوا بهالتمرين شو بيقول؟ أربطوا الحيوان
بما يكسو جسمه. شو بغطي جسم كل حيوان من هالحيوانات؟ فكروا منيح. القنفذ، عندي أول حيوان القنفذ، الحصان، نمر، والدب. الأول قنفذ، ثاني حصان، ثالث نمر، رابع الدب. شو بغطي لهم جسمه؟ شو قول؟ الوبر، الفرو، أو الشوك؟ فكروا معي. أول حيوان القنفذ. القنفذ ماذا يغطي جسمه؟ الوبر، الفرو، أو الشوك؟ فكروا منيح فيها. بيحمي حاله، بيحمي حاله من خلال اللي بغطيه، يعني الفرو أو الوبر أو الشوك. شو بتقولوا؟ طبعاً الشوك، أحسنتم. إذن القنفذ بغطي جسمه شوك. الحصان، الحصان، الحصان لما الوحدة يكون شعره طويل وحلو، شو بيكون؟ بشو بشبهه شعره؟ لا، شعر الحصان أو وبر الحصان لما يكون طويل بالآخر بزيله، صح؟ فإذا الحصان ماذا يغطي جسمه؟ الوبر، الفرو، أو الشوك؟ شو بتقولوا؟ شو بغطي جسم الحصان؟ أنا بقول الشوك. أبداً، الحصان كتير ناعم الملمس، حلو، ناعم، ناعم، شعره ناعم، وبره ناعم. فإذا ما الذي يغطي جسم الحصان؟ الوبر، الوبر أو الشعر فينا نقول كمان. النمر، النمر، شو بغطي له جسمه للنمر؟ الشوك، الفرو، أو الوبر؟ النمر شو بغطي له جسمه؟ الشوك؟ لا، هلا صحيح هو حيوان مش أليف، بس مش الشوك بغطي له جسمه. شو بغطي له جسمه؟ ولا الشعر، يعني ولا الوبر، مش حلو كتير ملمسه. فينا نقول حلو إذا بدنا لأنه بدفي. شو بغطي له جسمه؟ الشوك؟ كلا. الوبر صغير هيك، الشعر اللي بغطيه؟ لا، الفرو تخين. فإذا النمر بغطي له جسمه الفرو، يكسو جسمه الفرو. الدب، الدب شو بغطي له جسمه؟ الدب، الدب شو بغطي له جسمه؟ الدب بعيش مطرح ما فيه سقعة وتلج كتير، شو بغطي له جسمه برأيكم؟ حتى يدفي له إياه يا حرام من البرد والسقعة. طبعا الفرو. فإذا الدب يغطي جسمه الفرو. نتابع مع التمرين التالي. أؤلفوا على مثال هذا التركيب. الطيور يكسو جسمها الريش. طيور بغطي لها جسمها الريش. أما القنفذ، أما القنفذ فيكسو جسمه الشوك. لاحظوا في شيء هون بالجملة بدي منكم تركزوا عليه. الطيور يكسو جسمها الريش. أما، انتبهوا، أما القنفذ فيكسو، فيكسو جسمه الشوك. بدي منكم تركزوا على هاي وعلى شيء تاني كمان هلا بقلكم.
الجمال، الجمال يعني جمع الجمل، كثير يعني. يكسو جسمها الوبر. أما شو بدكم تحطوا هون؟ فيكسو، لاحظوا معي هون في عندي أما وفي عندي فاء، مثل فوق التركيبة، فوق تركيبة الجملة أما فاء. بس هون فكروا منيح معي، شي مرق معنا بالنص، حيوان مرق معنا بالنص. أما مين؟ شو مرق بالنص؟ السنجاب، أحسنتم. أما السنجاب فيكسو جسمه الفرو. أما السنجاب فيكسو جسمه الفرو، اكتبوها معي. أما السنجاب فيكسو جسمه الفرو. لاحظوا هون بترتيبة الجملة، في عندي أما وكلمة من بعدها في عندي فاء عطول، بس استعمل أما بالجملة، في كلمة من بعدها لازم استعمل فاء، بس تكبروا بعدين بتصيروا تعرفوا ليش استعملنا الفاء. تعبتوا؟ أكيد لا، لأنه هلأ بانتظاركم مفاجأة من بعد هالفاصل. طيور: قرد، جمل، سنجاب. جاهزين للحزورة؟ في حزورة بتقول فتحوا لي دينيكم منيح وعينيكم. أنا شيء، أنا شيء مصنوع، مصنوع يعني صانعيني من قماش وحديد. بعيد، ركزوا معي. أنا شيء مصنوع من قماش وحديد، يحملونني شتاء، بيحملوني بفصل الشتاء. إذا يحملونني شتاء لكي لا تبتل ثيابهم، لكي لا تبتل تلا ثيابهم. بعيد. أنا شيء من قماش وحديد، يحملونني في فصل الشتاء لكي لا تبتل ثيابهم. من أنا؟ بدي منكم تفكروا منيح بهالحزورة، لأنه أكيد رح تعرفوها إذا فكرتوا. وما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي عم تمروا بأسفل الشاشة. وأنا بدي ودعكم إلى حلقة جديدة أحبائي، إلى اللقاء. ملابسي جميلة أنواعها كثيرة، دائما مرتبة ألوانها عجيبة، خضراء صفراء حمراء، كل الألوان موجودة، منها الطويل ومنها القصير، القطن والحرير للصيف والربيع، الصوف والفرو للبرد والصغير. ملابسي جميلة أنواعها كثيرة، دائما مرتبة ألوانها
عجيبة. مرحبا أصحابي، أنا محضر لكم اختبار كتير غريب لليوم، لقوني وبنعرف شو هو. إذا صاركم وقت عم تتابعوني رح تعرفوا أن أنا بحب الأشياء الغريبة، واختبارنا لليوم رح يكون مميز كتير. لنادي نعمل هالاختبار رح نكون بحاجة له كيس مادي نفتحه ونسكره، محرمة، صودا الخبز، وعاء، مي دافية، وخل. هات لنبلش. أول شي بدنا نعمله بدنا نجيب الكيس تبعنا ونفتحه. بعد ما نعمل هيك بدنا نجيب ونحط ربع كباية مي. ومن بعد ما نعمل هيك بدنا نجيب الخل ونحط كمية كبيرة. هات لنزيد شوية مي سخنة. اوكي، وهلا بدنا نسكر الكيس. هات لنحطه بقلب الوعاء. من بعد ما نعمل هيك بدنا نجيب ونحط 3 ملاعق صودا الخبز. 1 2 3، وعم نحطهم بالمحرمة تبعنا ليعطونا شوية وقت قبل ما يوصل المواد على صودا الخبز. لفوها كتير منيح وانتبهوا انه ما تفرط معكم. وهلأ بدنا نفتح فراغ صغير بقلب الكيس تبعنا، وقبل ما نحط صودا الخبز بدي نبهكم يا أصحابي إنه تنتبهوا كتير وتعملوا هالاختبار أو بمجلة أو بمطرح واسع حتى ما ينجوا شي. حاضرين؟ تذكروا إنه تسكروا الكيس كتير 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 منيح. هات لنشوف شو حيصير. سكروه كتير منيح وبعده تبغوا يا أصحابي حيوفع حيلا ثانية. إذا بدكم تعرفوا شو صار وليه صار تابعوني. بس خلطنا الخل يلي هو مادة أسيدية مع صودا الخبز يلي هي مادة بازية، عملوا تفاعل وصار عنا تاني أكسيد الكربون، وهيدا هو غاز وبده محل كتير كبير. مشان هيك بلش ينتفخ الكيس تبعنا وما بقى في محل وصار عنا كل هالانفجار. اوكي يا اصحابي، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بهالاختبار، وبلاقيكم حلقة جاية من أوبس. How are you today? أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. اليوم رح نبلش حلقتنا ونتذكر my nature. nature إلنا نحنا يعني الطبيعة. مين بحب الطبيعة؟ أنا بحب أقعد بالطبيعة، بحب أتفرج على الأشجار، شوف العصافير. رح نقراها مع بعض، وإذا بتقدروا تقروها معي قروها معي. رح نبلش my nature. I love nature. يعني أنا بحب طبيعة. And all its hills. شو يعني hill؟ طلعوا بإيدي. رح فرجيكم بإيدي. Hill. Hill. تلي. يعني تلي. And all its hills. I enjoy drawing its mountains. بحب أرسم الجبال تبعها. And I love the daffodils. يعني نرجس. أنا بحب النرجس. It makes the air I breathe so clean.
بتخلي الهواء كتير نظيف. انتو بتعرفوا انه الاشجار هن يلي بينقوا الهواء وبيعطونا هواء نظيف بحاجة له نحن لأجسامنا. It makes the air I breathe so clean and it gives us water وبتعطينا مي from its streams. شو يعني stream؟ جدوى المياه، محل ما بيجوا المياه، مثل الأنهار، مثل النهر. Streams هو الجمع جداول المياه. From its streams وبتعطينا مي من streams. I wake up early. أخذنا قبل early باكرا. شو الضد تبعها؟ late. Very good. I wake up early بستيقظ أنا باكرا to watch the sunrise حتى أشوف لما تشرق الشمس. وضدها sunset مغيب الشمس. And I go back home early وبرجع بكير على البيت before the beautiful sunset قبل مغيب الشمس. في بعض الكلمات جديدة مثل hills تلال، عنا daffodils نرجس، عندي streams جداول المياه، sunrise لما تشرق الشمس، sunset مغيب الشمس. بتحبوا نرجع نسمعها مع بعض؟ جاهزين؟ Are you ready? Open your ears well, open your eyes well. أنا برجع لكم من بعد My Nature. Nature and all its hills. I enjoy drawing its mountains. And I love the daffodils. It makes the air I breathe so clean. And it gives us water from its streams. I wake up early to watch the sunrise. I go back home early before the beautiful sunset. هلا أصدقائي بدنا نكمل النص مع بعض. صرنا ببارت 2. كنا عم نقرأ عن بات أند سام رايحين لعند مين؟ جاك أند جيل their cousins. ولبسوا تياب سميكة لأنه بدهم يلعبوا بالتلج. شو لبسوا؟ تعالوا نكمل النص ونرجع نتذكر كل الأشياء اللي لبسوها لحتى تدفيهم بالشتي. Pat and Sam got ready. Ready. هون الـ E والـ A لفظتهم مثل الـ A. Egg. R. Ready. They got ready يعني حضروا حالهم. They both. Both. Put on. شو يعني put on؟ أخذناها قبل. Put on. يلبس. يلبسوا. They both put on sweaters. ما لفظت الـ A؟ لفظت الـ E بالأول ولفظت short sound. A. Sweaters. Sweaters. أخذنا نحن sweater يعني كنزة. فإذن they both put on sweaters. لبسوا. الكنزات تبعون. And pants. Pants. يعني لبسوا sweaters and pants that would. Would. هون ما التقوا. التقوا. Would. 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 That would keep. Keep them warm. Warm. أخذنا نحنا warm كمان مرة الماضي. إنه الأي فيها تنلفظ O. Warm. That would keep them warm. They didn't forget. Forget their thick socks. Socks. And winter boots. Ooh. فإذن شو عملوا؟ Pat and Sam got ready. حضروا حالهم. They both put on sweaters. شو لبسوا؟ الكنزات تبعهم. And pants. Pants that would keep them warm. بتدفيهم. لبسوهم
لبسوا كنزات وبناطلين بدفهم. They didn't forget their thick socks. ولبسوا جوارب بس مش جوارب خفيفة، كانت سميكة حتى تدفيهم. Thick socks and winter boots. And winter boots. والبوتس بإجريهم. Before, هي silent E, they left the house. أو before they left the house, they both put on their winter coats. هون عندي two vowels ورا بعض، شو بعمل؟ الفاول يلي بتجي بالأول وبتسبق، يلي بتسبق بالأول شو بعمل؟ بقريها. التاني ما بقريها، بقرا الـ O لأنه هي سبقت coats. فإذا before they left the house، قبل ما يفلوا من المنزل، شو عملوا؟ اثنيناتهم لبسوا المعاطف تبعهم. They each، كمان هون two vowels لفظنا الـ E. Each also، في بعد L، A لفظتها O. Also had a scarf. Mittens. Ear muffs. And a pair of galoshes. تذكروا هون ال SH بلفظها ش، ما عندي انا CH. لو في CH كنت بلفظها ش، galoshes. انا لفظتها galoshes. SH galoshes. فإذا قولوا لي أصدقائي، شو أخذوا معهم وشو لبسوا؟ قبل ما يفلوا من البيت، they both put on their winter coats. تنيناتهم لبسوا معطفهم الشتوية. They each also had a scarf. شو كان معهم؟ scarf، وشاح. Mittens لأيديهم. Earmuffs لدينيهم. And a pair of galoshes لأجريهم لحتى ما يفوت المي. The ride، هون letter E silent، والفاول يلي قبلها لفظتها باسمها I، letter I لفظتها I. The ride up to the mountains was nice but long. الرحلة تبعهم إلى الجبل شو كانت؟ كانت لطيفة حلوة بس طويلة long. هون الـ H ما بلفظها. When they arrived they spent the whole silent E بلفظ الـ O باسمها O whole day outside. شو ضد outside؟ inside. فإذن when they arrived، لما وصلوا، they spent the whole day outside، مضوا كل الوقت برا. They made silent E A made a snowman أصلاً تقسمين snowman. شو عملوا؟ رجل الثلج. And enjoyed their day together. ومضوا وقتهم مع بعض. Enjoyed their day together. ومضوا وقتهم مع بعض. فإذا هلا أنا إجا دوري، رح أقرأ النص كله وأنتوا عيدوا من وراي على صوت عالي. Pat and Sam got ready. جهزوا حالهم. They both put on sweaters and pants that would keep them warm. They didn't forget their thick socks and winter boots. Before they left the house,
they both put on their winter coats. They each also had a scarf, mittens, earmuffs, and a pair of galoshes. The ride up to the mountains was nice but long. When they arrived, they spent the whole day outside. They made a snowman and enjoyed their day together. شو رأيكم هلا أصدقائي نروح مع بعض ونرجع نحضر النص، نحضر الفيديو من أول وجديد. وانتوا عم تحضروا شوفوا الكلمات اللي عم تقطع بأسفل الشاشة، وانتوا صرتوا أبطال وفيكم تقرون، قرون معي على صوت عالي. أنا برجع لكم بآخر فقرة. I put the scarf around my neck. I put the earmuffs on my ears. وهلا أصدقائي في عندي بعض الأسئلة عن النص يلي عم نعمل له مراجعة. تعالوا نشوف الأسئلة على البورد. أول سؤال: When did Pat and Sam wake up to get ready for a weekend in the mountains? شو الوقت امتين وعيوا بات اند سام استيقظوا وبلشوا يحضروا حالهم ليطلعوا ويمضوا نهاية الأسبوع بالجبل؟ إذا بتتذكروا النص بيقول last Saturday. بجاوب بقول they woke up last Saturday. فإذا استيقظوا السبت الماضي. تاني سؤال: Who invited them to their mountain house? مين يلي دعاهم لحتى يطلعوا على بيتهم في الجبل؟ Their cousins Jack and Jill. Very good. بحط أنا their cousins Jack and Jill invited them to their mountain house. نكمل. Who was excited? مين كان excited, Sam أو خيو؟ شو بيقول الناس؟ سام؟ مين اللي ما كان يحب يلبس thick clothes؟ مش سام، سام هو يلي كان متحمس وخيو ما كان بده يلبس thick clothes ولا كان بيحب فصل الشتاء. فإذا who was excited? سام. سام was very excited. كان كتير متحمس. آخر سؤال: What did Pat and Sam wear? شو لبسوا Pat and Sam؟ نحن قلنا قبل إنه لبسوا thick clothes، لبسوا تياب سميكة تدفيهم. شو هني هودي تياب؟ تعالوا نتذكرهم مع بعض. لحد they wore أول شيء pants، لبسوا sweaters كنزات،
شو حطوا بإيديهم؟ مي؟ ميتنز؟ وشو حطوا على دينايون؟ إير؟ إير مافس. وشو كمان؟ بانتس، سويترز، إير مافس، ميتنز. وبإجرون شو لبسوا؟ سوكس؟ and winter boots. ولبسوا بوتس بإجريون تا يتدفوا. فإذن أصدقائي قولوا معي، منبلش pants, sweaters, earmuffs, mittens. في كمان scarf فينا نحطه، scarf وشاح. شو كمان؟ socks and winter boots. وهلأ من بعد ما خلصنا الأسئلة بدي ألعب أنا وياكم بازل. طلعوا على البورد، عندي هون بازل بدنا نعبيها، في كلمات ناقصة بدنا نحطها لحتى تزبط البازل. ومحطوط عندي فوق كل رقم شو هو؟ نحن رح نقرأ الجملة وبدنا نحذر شو هي الكلمة المناسبة. أول شيء عندي You put them on your feet before wearing your shoes. نلبسهم بإجرينا قبل ما نلبس الشوز تبعنا. شو هن؟ Socks. Very good. خلينا نشوف إذا رح تزبط. Socks. Yes. Number two. They keep your hands warm. يخلوا إيدينا دافين. هلأ قلنا شو نربص بإيدينا؟ mittens. خلينا نجربها. mittens زبطت. Number three. In winter they replace your shoes. بالشتاء منلبسهم محل شوز تبعنا. Winter boots. Boots. ب double O T S. تزبط. فإذن boots. Number four. It covers your arms and upper body. تجي منلبسها نحنا وبتغطي جسمنا من فوق وإيدينا. Sweat. كنزة. Sweater. Yes. بحط sweater. S-W-E-A-T-E-R. Sweater. Number five. It keeps your throat and neck warm. بتخلي زلعيمنا and our neck ورقبتنا warm. دافية. شو هي؟ أو شو هو اللي بحطه أنا حول ورقبتي؟ الوشاح. Scarf. خليني أشوف إذا بتزبط. Scarf. Scarf, yes. Number six, you put it on your clothes. بتحطه على تيابك. المعطف. شو بحط؟ coat. Coat. Coat فيه A. بس لأنه الO سبقتها مثل ما تهجينا بقلب النص، نلفظ الأول vowel الO. Number seven. They can be black or green and they are yummy. بحطهم بستخدمهم كمان. بعمل منهم عينين لسنومان. شو هني؟ Olives. Yes. Olives. Olives. Number eight. It is a raindrop's friend, but it's white. قطرة المطر يلي بتنزل من السماء هي صديقتها. بس هي لونها أبيض. شو بقول لها؟ Snow. Snowflake. Yes. تعالوا نتذكر كيف نكتبها. أول شي بكتب Snow. Flake. Snowflake. فإذن socks, mittens, boots, sweater, scarf, coat,
olives, snow, flake. هودي كلمات جديدة كلنا تعلمناهن مع بعض. وهلا أصدقائي بدي أكتب كلمة واحدة أنا وياكم مثل هيديك المرة على البورد على الجيم يلي أنا بستخدمها. بدنا نكتب snow, snow. تعالوا نجرب مع بعض. بدي أنا بالأول س the letter S عندي إياها هون. هلأ بدي the letter N. فتش عليا. عندي هون W. عندي letter O. شو بعد ناقص؟ The letter N. وهيدي لقيتها the letter N. فإذن أصدقائي كيف لفظت أنا؟ snow, snow يعني الثلج. وهيدي كلمة جديدة تعلمنا كيف نكتبها. ما تنسوا كل شيء عم نعمله مراجعة، عم نعمل مراجعة تتذكروا منيح وما تنسون أبدا. وأنا هلأ إجا الوقت لودعكن. ما تنسوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. أنا بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي باي. Nature and all its hills. I enjoy drawing its mountains. And I love the daffodils. It makes the air I breathe so clean. And it gives us water from its streams. I wake up early to watch the sunrise. I go back home early before the beautiful sunset. مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بفقرة ماي ستوري. قصتنا لليوم كتير شيقة وبتحكي عن الحرب. الحرب كلمة بشعة تعني إشياء كتير مش حلوة، لكن عنا بالبيت كانت عم بتخبر سعاد كانت تتسلى هي وبيت خالة. أصدقاء لسعاد تعجبوا وقالوا لها كيف ممكن الواحد يتسلى بالحرب ولو؟ قالت لهم سعاد أكيد مش بالحرب، الحرب مثل ما قلت لكم كتير بشعة، ما كان في كهرباء، ما كنا قادرين نجيب خبز لناكل، وفي أصوات منسمعها بتخوف كتير. لكن كان في أوقات يزورونا ولاد خالي، نلعب ورق تحت ضو الشمعة، نعمل أشكال مضحكة على الحيط بخيالاتنا، ولما ننعس ننام نحن وعم نضحك على فراش على الأرض. إذا بدكن نشوف كيف كانوا سعاد وبيت خالة يعملوا، فيكن تشوفوا معي على الحيط. كانوا يعملوا أشكال بإيديهم، مثل مثلاً كلب عم يعمل عو 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 عو. وهيدي الخيالات كانت تضحكن وكانوا يلعبوا سوا. هيدي كانت لعبتهم المفضلة. من الأصدقاء اللي كانوا عم يسمعوا قصة سعاد بنت اسمها نورة. زعلت كتير وقالت لسعاد ما حبيت أبداً إنك تقولي إنك كنت عم تتسلي بالحرب، وبحزن قامت وتركت الجلسة. قصة نورة والحرب كانت حزينة مثل كتير من القصص، وما كانت قادرة تسمع عن الموضوع أبداً. راحت سعاد لعندها وعزمتها لعندها على البيت وقالت لها فهمتيني غلط، ولا يوم رح تكون الحرب ذكريات حلوة، كلها صعبة وفيها كتير خوف، بس رح نستأذن الماما ونجتمع كلنا سوا عندي بالبيت ونكون عم نحط شموع ونكون عم نجرب نتسلى، ورح فريكم كيف كنا نلعب أنا وبيت خالي.
وإجا الوقت لما كانوا مجتمعين عن سعاد، طفوا النور ووضعوا الشمع على الطاولة وبدأوا يعملوا أشكال على الحيطان بأصابيعهم وبإيديهم، وهون الكل صار عم يضحك، ونورة أيضاً حاولت وضحكت كتير وفهمت خبرية سعاد عن أيام الحرب وقت ما كان يكون في كهرباء، وتحولت هيدي الجلسة لجلسة أسبوعية لأصحابنا، وبعد فترة من التدريب تحولت هيدي الجلسة لعرض بالمدرسة حيث صاروا يخبروا قصص عن الأرنب والسلحفات والعديد من القصص التانية لأصدقائهم، كلها كيف؟ بأصابيعهم وبإيديهم وبالخيالات اللي كانوا يعملوها على الحيط. شكرت كتير نورة صديقتها سعاد إنه خلتها تشوف نور الشمعة أقوى من ظلمة كلمة حرب وظلم قصص الحرب، حتى إنه أطلقوا اسم على فريقهم اللي بيقدم العرض اسمه نور بالظلمة. الفرقة اشتهرت كتير، وحتى بالمكتبة وبالمدارس طلبوا منهم إنه يجوا ويقدموا العرض اللي بخبر قصص مهضومة بالخيالات. ما كانت سعاد تخجل تخبر القصة اللي على أساسها انطلق الفريق، لأنه كانوا الولاد يتشجعوا كيف قدروا هيدا الفريق يخلقوا من الضعف قوة. أصدقاء الحرب هي عن جد قصة بشعة، مثل ما في كتير قصص بشعة بحياتنا وبمجتمعاتنا، ولكن قصة سعاد ونورة اليوم بتخلينا نفكر سوا كيف ممكن نخلق من الضعف قوة مثل ما هن عملوا، وكيف ممكن كمان من الظلمة نخلق نور، نخلق شيء حلو للناس اللي حوالينا يتشجعوا ويكونوا فرحانين. وإذا كان عندكم قصة بشعة عن الحرب عشتوها أو مرقتوا فيها، بشجعكم أنه تكونوا عم تنتصروا عليها وتقولوا نحن أقوى، وتخلوا هيدا الضعف يصير قوة. قصتنا بماي ستوري خلصت لليوم، بتمنى عليكم تتابعونا دايماً لحتى نكون عم نتعلم أمور جديدة عن حياتنا اليومية. بودعكم، باي باي. مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي. حصة الرياضيات أو الماثماتيكس هي حصة كتير مهمة ومفيدة لحياتنا. أنا شمس بعلمكم هيدي المادة وفرحانة أن أكون معكم بهالحصة الجديدة. ومثل ما بتعرفوا بكل هيدي الفترة نحن عم نعمل مراجعة لدروس سبق وتعلمناها ودرسناها مع بعض وكتبتوها عندكم على الدفتر، يمكن تكونوا شوي نسيتوها، يمكن ما نسيتوها أبداً، أو يمكن في أشخاص منكم ما كانوا معنا مزبوط أو ما كانوا مركزين. اليوم فرصة أنه نرجع نتذكرها أو نتعلمها مع بعض، هيك منقدر نستفيد منها بحياتنا اليومية. كرمال هيك بدي شجعكم ترجعوا تجيبوا دفتركم والقلم كمان مرة وتكتبوا كل شيء رح نكتبه سوا بخط كتير حلو عندكم حتى ترجعوا لهم دايماً. اليوم رح نحكي بحصتنا عن الأديشن. تتذكروا هالكلمة؟ أكيد سهلة كتير، معناتها أسلوب الجمع، لما نضيف نعمل إضافة لرقم على رقم تاني أو أكتر من رقمين، فينا نضيف 3-4 أرقام أو أكتر. بس نحنا تعلمنا عدة طرق وتعلمنا أنه بنقدر نجمع أرقام منسميهم One Digit Number. كمان هيدي كلمة بدي اياكم تتذكروها، one digit number يعني بس فيه رقم واحد، مثل 8 8 مثل 9 9 مثل 5 5. او كمان فينا نجمع مع بعض two digit numbers يلي هن 45 مثلا 21 الى اخره. اليوم رح نكون عم نعمل تمارين عن هيدا الموضوع، خليكن مستعدين وفتحوا كتير منيح أذهانكن حتى تفهموا شو رح نحكي وترجعوا تتذكرون. وهلأ منتقل سوا لأول فقرة بحصتنا. Addition is to add numbers. Addition is to put numbers together. Addition is to add numbers. Addition is to find the sum. How many in all?
بعض بأول تمرين بحصتنا رح نشوفه سوا على اللوح. أول تمرين بيقول كيتنز يعني الصغار تبع القطط الهرات. الكيتنز are born in spring، بيخلقوا بالفصل الربيع. أول شهر من فصل الربيع first month خلق ست هرار صغار. second month بالشهر الثاني من فصل الربيع خلق 9 قطط. third month بالشهر الثالث خلق 8 قطط. السؤال هو how many kittens in all are born in spring. السؤال هو كم هو مجموع القطط يلي خلقوا بفصل الربيع. تتذكروا كلمة in all يعني المجموع، أوكي؟ يعني كلهم سوا لما نجمعهم لما نعمل addition نستخدم أسلوب الجمع يلي صرنا نعرفه كتير منيح. شو لازم نعمل؟ أول شيء لازم نحول هيدا التمرين لجملة حسابية، هو مكتوب بالكلمات ونحن بدنا نحوله لجملة حسابية. رح اكتب هون الجواب. عندي أول شهر خلق 6، يعني بكتب 6، أوكي؟ أول شيء صار عندي 6 قطط صغار. تاني شهر زيد عليهم 9، يعني لازم حط بلس لأنه هيدي addition أسلوب الجمع، بلس 9. وتالت شهر زيد عندي، صار عندي زيادة 8 8، يعني كمان مرة بدي حط بلس 8. وبدنا نجرب مع بعض نلاقي الجواب الصحيح. نحن تعلمنا عدة طرق strategies يلي بيساعدونا انه نعمل addition ل 3 one digit numbers. 3 اول شيء عم زيد 6 بعدين 9 بعدين 8 على بعضهم، عم زيد 3 ارقام بس كل واحد فيه 1 digit. شو الطريقه اقولكم؟ في عندي doubles هون double fat، ما عندي رقمين مثل بعضهم. في عندي رقمين اذا ضفتهم على بعض بيعطيني 10، ما عندي، لكن making 10 منا موجودة. فإذا الطريقة الأسهل، الاستراتيجي الأسهل هي إن أمشي فيهم بالدور. أول شي بعمل 6 plus 9 بزيد عليهم 8. 6 plus 9 بحط الرقم الأكبر براسي 9 10 11 12 13 14 15 plus 8. وهلأ صار فيني أعمل vertical addition 15 plus 8، مظبوط. 5 plus 8 بيعطيني 13، بحط 3 هون لانه ال 1s على هيدي الجهه، وال 1 تبع ال 10 يعني هي 13 بحطها مع ال 10s بصير عندي 2 10s والجواب بيكون 23. فيني اكتب 23 kittens are born in spring. 23 kittens are born in spring. 23 قطة صغيرة خلقوا بفصل الربيع. فهمنا كيف؟ فإذا هيدي الأديشن عملت الأرقام كتبتهم حولتها لجملة حسابية وبعدين جمعت 6 plus 9 بالأول ورجعت زدت عليهم 8 وبعدين لقيت الجواب لما عملت vertical addition بهيدي الطريقة والجواب طلع 23. أكيد تذكرتوا هيدي الطرق يلي استخدمتهم هلا، بس حتى نتذكر أكثر رح نشوف كمان تمرين تاني. هيدا التمرين بيقول رشيد has 14 birds، رشيد عنده 14 طائر، 5 cats 5 قطط، 3 turtles وثلاث سلاحف. اوكي، عنده 14 طائر 5 قطط وثلاث سلاحف 3 turtles. سؤال هو how many pets in all does he have؟ كم
حيوان أليف كلهم مع بعض رشيد عنده. أوكي ما سألوني هني كم طائر لأنه عندي، قالوا لي 14 طائر، 5 قطط، 3 سلاحف، بس هني بدهم يعرفوا الجواب على كل هول مع بعض قديش هو المجموع. لما نقول إن أول يعني المجموع. كمان بدنا نحول هيدي العملية لجملة حسابية. رح أكتب أول شيء عنده 14 birds، يعني بكتب 14، هيدا أول رقم موجود عندي. بما أنه عم نعمل addition بدنا نعرف المجموع، نكتب plus plus زائد 5 cats، يعني 14 plus 5 plus 3 turtles. كمان نفس الطريقة فيني أعمل 14 plus 5 plus 3، أو كمان فيني أعمل 14 plus 5 plus 3. هلا برجع بعملها تتشوفوا كيف فيكن تعملوا الاثنين، لأنه مثل ما بتعرفوا بالأديشن حتى لو غيرنا محل الأرقام ما بيأثر علينا، مش مثل السبتراكشن والأشياء التانية. فإذا بكتب 14 plus 5 plus 3 هي 8. وبقدر أعمل vertical addition 14 plus 8. 4 plus 8 بيعطيني 12. بحط ال 2 هون تحت ال 1s وال 1 بجيبها على 10s بصير عندي 2 10s والجواب بيطلع 22. يعني رشيد has 22 pets in all كمجموع. إذا عملت الطريقة الثانية، إذا عملت يعني 14 plus 5 ورجعت زدت لها 3، شوفوا شو رح يطلع. 14 plus 5 plus 3. 14 plus 5 هي 19 مثل ما بتعرفوا، يعني خليني أقول لكم كيف. 14 plus 5 هون 4 plus 5 بيعطيني 9، 1 plus 0 بيعطيني 1، أوكي؟ يعني 19 plus 3 19، اوكي 20 21 22 بيطلع عندي نفس الجواب. لكن ما تنسوا انه نحن بالاديشن فينا نغير يعني فينا نبلش بهو 2 ونزيد عليهم الثالث، او نعمل هول الاثنين مع بعضهم ونرجع نزيدهم على الاول. يعني فينا نتحكم بهذا الموضوع بشكل سهل. اوكي والجواب هو رشيد has 22 pets in all. اوكي هلا تذكرتوا لقينا الطريقه كيف بنقدر نعمل اديشن ل 3 1 ديجيت نمبرز ولا 2 كمان نمبرز مع بعضهم. اكيد رح يكون في عنا المزيد من التمارين بالفقره اللي جايه، خليكن معنا. وهلا رح نكمل كمان مع تمارين شبيهه يلي فيها بنستعمل اسلوب الجمع اديشن. كمان رح نقرا التمرين يلي مكتوب هون على اللوح. I used 32 happy face stickers. بتعرفوا انتو انه بالمدرسة الآنسة المعلمة لحتى تكافئ الطلاب اذا عملوا شيء كتير حلو بتعطيهم هيك ورقة لاصقة بيكون عليها happy face، يعني وجه مبتسم. فأنا استعملت نهار التنين لأعطي التلاميذ الشاطرين يلي سمعوا الكلمة 32 happy faces، 32 happy face stickers، stickers يعني يلي بلزقوا. بس تاني نهار and 7 on Tuesday، تاني نهار يوم الثلاثة استعملت 7 stickers من ال happy face. سؤال هو how many in all did I use؟ كم stickers كلهم سوا مع بعض أنا استخدمتهم؟ إذا نهار الاثنين استعملت 32 stickers ونهار الثلاثة on Tuesday استعملت 7 stickers، how many in all did I use؟ قديش هو مجموع الستيكرز كلهم يلي أنا استعملتهم؟ شو لازم نعمل؟ لازم نكتب الأرقام اللي عنا إياه هون. عنا 32 plus، لأنه عم نعمل addition
بدنا نشوف قديش كلهم مع بعض لما يكون عنا in all، يعني نحن بدنا نعرف المجموع the sum، يعني بنعمل addition. okay 32 plus قديش on Tuesday 7 32 plus 7. هيني كتير بقدر أعمل vertical addition، بكتب 32 plus 7 هي ones و2 هن الones بحطهم تحت بعضهم والtens بحطهم تحت بعض، هون ما في عندي tens فبجمع الones 2 plus 7 بيعطيني 9 وبعدين 3 plus ما في شيء 0 بيعطيني 3 الجواب هو 39 وفيني اكتب I used 39 stickers in all. اوكي هيدا الطريقة تبع ال vertical addition كمان بعدنا عم نستعملها. كمان عنا تمرين آخر رح نقليه مع بعض. My dad والدي bought اشترى 65 jelly beans 65 قطعة من السكاكر الصغار jelly beans and 29 chocolate bars اشترى من المحل 65 jelly beans و 29 chocolate bars يعني 29 قطعة من الشوكولاتة. How many pieces in all did he buy؟ سؤال هو كم قطعة كلهم مع بعض اشتري هون، يعني الجيلي بينز والتشوكليت بارز مع بعضهم قديش طلع المجموع the sum. لما نقول in all يعني قصدنا نلاقي المجموع the sum. كمان مرة رح نكتب رح نعمل جملة حسابية. My dad bought 65 jelly beans بكتب 65 هيدا أول رقم بين عندي and يعني plus 29 chocolate bars بعمل plus sign وبكتب 29. هلأ لازم أعمل كمان مرة vertical addition بس هون أنا عم بعمل addition ل 2 digit numbers. شفتوا هيدا الرقم فيه 2 digits 65 فيه tens ones 2 digit numbers 2 و9 اوكي بكتبهم تحت بعض مثل ما بنعرف دائما الونز تحت بعضهم والتنز تحت بعضهم يعني 65 هيدي الونز وهيدي التنز بلس 29 هيدي الونز وهيدي التنز 9 بلس 5 بيعطيني 14 9 بلس 5 14 بكتب الفور هون تحت الونز والتن بجيبها لعند التنز اوكي 1 plus 6 7 7 plus 2 9 فهمتوا كيف لانه كان عندي انا الجواب هو 14 فيها 110 و 4 ones بحط ال ones تحت ال ones هون وال 10 بجيبها بحطها فوق ال 10 وبزيد عليهم يعني بعمل 1 plus 6 بتصير 7 7 plus 2 بتصير 9 بيطلع الجواب 94 وفيني اكتب my dad bought 94 pieces in all. My dad bought 94 pieces in all. Okay? وهيك منكون كمان جربنا نعمل الـ addition على two digit numbers. اكتبوا هيدي الأمثلة عندكم وتدربوا عليها منيح وهلأ رح نروح أنا وياكم على آخر فقرة بحصة. +62 + 61 = 93 12 + 75 = 87 50 + 10 = 60 44 + 21 = 65.
مع بعض لاخر فقره بحصتنا. بهيدي الفقره رح نعمل لعبه من خلالها رح نطلع 2 digit numbers لحتى نعمل لهم addition مع بعض ونلاقي السم. رح نعوز دايس الزهر، هيدا يلي نحن بنستعمله لحتى نلعب كثير من الالعاب بنعوز هود الزهر فيهم. فاليوم هلا رح كبهم، رح يطلع لي هون رقمين ورح اكتبهم وبرجع بعمل addition وبلاقي رقم تاني. اوكي 2 digit يعني الرقم مؤلف من 2، مثل مثلا هون عندي 3 و5 فيها تكون 35 او 53 حسب كيف انا بحطهم. اوكي يلا خلينا نشوف شو رح يطلع معنا. اول رقم، اول رقم طلع عندي 6 و5 يعني 65 بلس، حكبه مرة تانية، طلع عندي 33 مع بعضهم 33. هلا رح نعمل vertical addition. مثل ما بتعرفوا بكتب الرقم، بحط الونز تحت بعضهم والتنز تحت بعضهم بهيدا الشكل 65 plus 33، وببدأ من الونز بعمل 5 plus 3 بتطلع 8 و 6 plus 3 بتطلع 9 والجواب هو 98. رح نكرر هيدا اللعب كمان مرة، رح نلاقي أرقام جديدة 2 digit numbers. طلع عندي 31 plus 66 بيطلعوا 66. كمان رح أعمل vertical addition 31 plus 66 وبحطهم أكيد الونز تحت بعضهم والتنز تحت بعضهم، وهلا بعمل المجموع 1 plus 6 بتطلع 7 و 3 plus 6 هي 9 والجواب بيطلع 97. اوكي هنغير الورقه كمان مثال، يلا حضروا حالكم لنشوف شو رح يطلع لنا ارقام 23 plus 56 أكيد بحط التنز تحت بعضهم والونز تحت بعضهم وبحل الادشن 3 plus 6 هي 9 و 2 plus 5 هي 7 يعني الجواب هو 79. واخر مثال عندي 53 plus 25، كمان رح نعمل vertical addition 3 plus 5 8 5 plus 2 7 والجواب هو 78. فيكن تكملوا قد ما بدكم بهيدي اللعبة وتلاقوا أرقام من الدايس وتكتبون وتعملوا vertical addition ل 2 digit numbers. هلأ أنا ما بقى رح فيني كفي لأنه خلص وقتنا لليوم وقربت حصتنا أنه تخلص. قبل ما ودعكن بدي إياكن تتذكروا دايما أنه نحنا منحب تتواصلوا معنا، وأكيد فيكم تتواصلوا من خلال الصفحة العنوان اللي عم يبين قدامكم على الشاشة يلي هو www.facebook.com، بتفوتوا على الصفحة اللي اسمها مدرستي ساد سيفن كيدز وبتبعتوا لنا كل مشاركاتكم. وهلأ أنا بدي ودعكن برجع بلتقي فيكم بحصة جديدة. باي.
first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. These are called ordinal numbers. Look at the rainbow it has. Seven colors. The first is red, the second is orange, the third is yellow, the fourth is green, the fifth is blue, the sixth is indigo, the seventh is violet. These are called ordinal numbers. Look at the rainbow it has. Seven colors, seven colors. هاي أنا فانيسا، رح كون معكم بفقرة نورز دايري أو يوميات نور. سوا رح نتسلى نتعلم إشياء كتيرة بتفيدنا بحياتنا اليومية، بس أنا ما رح كون لحالي، رح ترفقني نور. مين نور؟ خلينا نتعرف عليها سوا. نور is a girl. She is 8 years old. She likes dancing, doing sports, and many other interesting activities. Let's join Noor in her daily life and learn wonderful lessons. حبيتوها لنور؟ أنا كتير حبيتها. مثل ما شفنا بالفيديو، نور عمرها 8 سنين، بتعمل كتير نشاطات، بتحب ترقص، بتحب تعمل سبور، وبتعمل كتير قصص تانية كمان. بس نور أوقات بتعمل قصص كتير منيحة، وأوقات بتعمل قصص كتير غلط. أكيد نحنا رح نتابع يومياتها، بس رح نتعلم منها القصص المزبوطة. وكمان بكل حلقة رح يكون عنا سؤال، وبآخر الحلقة رح يكون عنا الإجابة. سؤالنا لليوم هو Why are tears important? سؤالنا لليوم، ليش الدموع مهمين؟ شو مرة فكرتوا بهيدا السؤال؟ جربوا تلاقوا الجواب وخليكم معنا لآخر الحلقة لتتأكدوا إذا الإجابة تبعكن صحيحة. اليوم أنا وياكم رح نتعلم كيف منهتم ومنحافظ على عيوننا وإيدينا. قبل ما نبلش خلينا نشوف شو صار اليوم مع نور. نور is playing at the park. Suddenly, the sunlight hits her eyes and she falls off the slide. مثل ما شفنا بالفيديو، نور كانت عم تلعب بالحديقة وفجأة بفوت ضوء الشمس بعيونها ووقعت. فشو صار بنور لما اجت الشمس بعيونها؟ لما طلعت نور بالشمس بطريقة مباشرة، الضوء ازال عيونها. فإذن نحن ما لازم نعمل مثل نور ونطلع دغري بالشمس أو بأي ضوء قوي. نحن منعرف إنه عنا عينتين كرمال نقشع، الجفون، الرموش والحواجب، وظيفتهم يحموا عيوننا من الغبرة، الهواء والضوء القوي يلي بيأذي. كمان في صندوق عظمي حول العيون ليحميهم. خلينا نشوف الحواجب، الرموش والجفون بعد مرة أنا وياكم حفظتون. الحواجب، الرموش والجفون. شفنا كيف فينا نحمي عيوننا من الضوء القوي والغبرة. هلأ رح نتعلم كيف منحافظ على نظافة وسلامة إيدينا. عم جيب ثلاث أشياء معي.
أول شيء لنحافظ على نظافة إيدينا فينا نستعمل الصابون. أكيد أول شيء منبلل إيدينا بالماء، نرجع نمرغ الصابون على إيدينا، نمرغه أول شيء من جوا وبعدين من برا. بكون كتير منيح كمان إذا منقطع أصابعنا بين الأصابع لحتى ننظف الوسخ يلي بين الأصابع. نرجع كمان فينا ننظف ضفيرنا بهالطريقة، نحفهم منيح على كف إيدنا وتاني إيد كمان، نمرغهم منيح، نرجع منغسلهم بالماء ومننشفهم بالمنشفة. وهيك منكون تعلمنا أول طريقة لحتى ننظف إيدينا. تاني طريقة فينا نستعمل السبيرتو. السبيرتو فيها ألكال، بتنظف لنا إيدينا من البكتيريا يلي موجودة على إيدينا. وتالي طريقة فينا نلبس الكفوف. أكيد إذا كنا لابسين الكفوف حتى لو حملنا شيء ما كان نضيف ما رح يجوي لنا إيدينا أو ما رح يوسخ لنا إيدينا. مش هيك نرجع بنشلحه لجوا وهيك بكون بقى كل الوسخ جوا. هولي كان الطرق لحتى نتعلم كيف مننظف إيدينا. أما هلأ خلينا نشوف كيف فينا نحمي إيدينا أو نحافظ على سلامة إيدينا. أكيد أول شيء ما لازم ندقر القصص المكسورة وكمان القصص السخنة. ليه؟ لأنه بتحرقنا. خلينا هلأ نرجع نتذكر شو كان سؤال حلقتنا لليوم. Why are tears important? Tears are important because they help wash our eyes and clean them. إذن مثل ما شفنا دموع مهمين لأنه بغسلوا العين وبنطفوها. جربوا اهتموا منيح بعيونكم وإيديكم. حلقتنا لليوم انتهت، بودعكم ولقوني أنا ونور بحلقة جديدة من يوميات نور. باي. I will always wash my hands. I will touch a hot plate. I will use gloves to keep my hands clean. I will look at strong lights. I will let the dust enter my eyes. Bonjour mes amis, vous allez bien? C'est Carole, votre prof de français. Moi, je vais très bien et vous m'avez beaucoup manqué. أنا كتير منيحة واشتقت لكم كتير. بحلقتنا لليوم، بما إنه بعدني هلأ متغداية، طلع بالي أكل ديسير. ديسير هو نوع الحلو اللي بناكله من بعد الغداء. في يكون فواكه كمان، وكتير منيح إنه ناخد فواكه ديسير. بس مرات فينا ناكل، شو شايفين قدامي؟ شوكولا. مين منكم ما بحب الشوكولا؟ انا كثير بحب. بجيب دائما une grande tablette de chocolat. هي بيسموها ان فرنسي une tablette de chocolat. بدي منكم بس تلفظوا كلمه شوكولا ان فرنسي، تلفظوها منيح. شوكولا شوكولا. une grande tablette de chocolat. واذا كان عنا اخوه صغار اكيد ما بناكل كل التابلت، نتقسمها معهم، بنشقفها. On divise la tablette en morceaux, des morceaux de chocolat. بقدر آكل un morceau. وكل شقفة صغيرة بيقولوا لها un carré. Un carré de chocolat. كتير منيح إذا كل يوم ناخد un carré أو deux carrés de chocolat. والأشخاص اللي بدينين يعني اللي شوي نصحين ما بيسوى ياكلوا كتير لأنه الشوكولا بينصح. بدنا ننتبه.
بتعرفوا أصدقائي إنه الشوكولا أول مرة تصنع بأمريكا الجنوبية دون لاميريك دو سود، وهو مزبوط بتشوفوه شي حلو بس هو أباز دو كاكاو، يعني الكاكاو هو اللي بيخلينا نصنع الشوكولا، والكاكاو هي نبتة، والكاكاو من بعد ما أكيد ننشفها ونطحنها بتصير مثل البن، نخلطها مع مواد دسمة مثل الزبدة مع سكر وبتعطينا الشوكولا. بدي أقول لكم بالأخير إنه في شوكولا أسود، في شوكولا مثل اللي شايفينه بني أو معغون أن فرنسي، وفي عندي الشوكولا بلان، شوكولا على حليب يعني. والناس كلها مشكلة، كل واحد بيحب نوع، أنا مثلاً بفضل هيدا النوع. أكيد شهيتكم كتير وكلكم هلأ صار بدكم تاكلوا شوكولا. فيكم تاخدوا بريك وتاكلوا شوكولا، وكمان تحضروا معي مثل الغنية اللي منحبها كلنا يلي هي الألفابي فرنسي، وتركزوا منيح على كل الأحرف باسكو أبخي من بعدها رح نتوقف، واليوم نتعلم كيف نكتب الفونام شوكولا. بدي أشوف أي أحرف بدي أستعمل لأكتب pour écrire chocolat. جاهزين؟ خلونا نسمع الألفابي فرنسي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D, comme des. E, éléphant. F, comme fleur. G, girafe. H, hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nid, O orange, P comme pomme, Q comme quatre, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. Je suis de retour, mes amis, devant le tableau. Voilà, là, on va l'écriture. On va écrire le phonème ch. Mais avant d'écrire, on a dit qu'il y a une petite information. Tu peux dire que tu as avec le chocolat ou un mètre de chaloué, on se brosse les dents après le chocolat. Là, non, tu as des caries. On se brosse les dents, on reste les sénènes. ما يطلع كاري يعني تسوس. très bien. وهلا صار وقت نشوف اي لتر. il y a deux lettres qui me donnent le phonème ch. شوفوا منيح. la première lettre c'est la lettre c. a b c. la deuxième lettre c'est la lettre h. h. a b c d e f g h. C H ensemble مع بعضهم بيلقطوا ايدين بعضهم وبيعطوني هيدا الصوت ش. هيلا كلمة بتسمعوها ان فرنسي بتسمعوا فيها ش، كونوا اكيدين انه اكيد بهيدي الطريقة مكتوبة وما في طريقة تانية. شوفوا اذا بدي اقول شا جيكري C H A. سي جو فو دير شو C H O. Chi, c'est H, I, très bien. Chu, c'est H, U. Che, c'est H, E. Bettala fiyon, ce sont les voyelles. Rah ekhoud, heide les voyelles. Cho, je vais t'zakir kon. Cho, chocolat, très bien. Je vais écrire du chocolat. Du Cho, co, cho, k, co, l, la. Et à la fin, je vais mettre un T. Ktar min kon. On va dire, les bennan hâte T. Les démen en français, il y a des lettres. Men hâtoun ou man nul fozon. Parfois, yani marrat, ma bikon fi sabab maayan. Ou marrat bikon fi sabab. Mettel, ma kelme de chocolat. Et tu peux t'affo un chocolat. يعني المادة اللي منكلها
شوكولاتيه هو شخص يلي بيصنع الشوكولا. شوفوا اسمه شوكولاتيه، والمحل اللي منصنع فيه او منبيع فيه شوكولا شوكولاتري. ت يعني انا لفظت الت، بما انه هول كلهم كلمات من نفس العائله ان فرانسي بنقول لهم لي مو دو لا ميم فامي، منضطر انه كلمه شوكولا نحط لها هيدا الحرف. بس انتم كثير ذكايا ورح تحفظوا انه شوكولا شوكولاتيه شوكولاتري كلهم، ما رح انسى ابدا انه بالاخر بدي احط لا لتر تي دو شوكولا. كثير منكم كمان قالوا ليش انا قلت دو شوكولا؟ لانه الشوكولا هي ماده، فيها تكون كاري، فيها تكون مبرومه، فيها تكون شوي سائله، فيها تكون شديده وقاسيه. الماده هي دو شوكولا. اما انا اذا عندي لوح شوكولا بقول اون تابلت، اون تابلت، سي كوم سا كو جيكري تابلت، تابلت دو شوكولا. Une tablette de chocolat, يعني لوح شوكولات. J'achète une tablette de chocolat. J'achète يعني اشتري. I buy. J'achète une tablette de chocolat. Je mange une tablette de chocolat. Je mange يعني باكلها. إذا هيدي حلقتنا لليوم بدها تحكي عن الفونيم ش. تعلمنا أول كلمة هي شوكولا. حنشوف كلمات كتير هلأ بالحلقة. رح نرتاح شوي مع فقرة صغيرة ومن بعدها رح ننتقل على الإكران ونشوف كلمات. حضروا دفتركم والقلم. Du chocolat. Un chien. Un chat. Une vache. Un cheval. Un château. Me voilà de retour, mes amis. Je suis devant l'écran. Je vous ai préparé des mots. حضرت لكم كلمات. ركزوا منيح وشوفوا أول صورة وأول كلمة. مين منكم تذكر؟ لأنه هيدي الكلمة شايفينها. هيدا هر، شو منقول له أن فرانسي؟ أن شا. تري بيان. واللي ما تذكر، أنا مبسوطة منه لأنه عرف يقراها. تذكر إنه سي أش مع بعضهم بيعطوني الفونيم ش. أبخي إليا لا لتر أ، شا. وكمان بهيدي الكلمة كتبت تي وما لفظتها. بتعرفوا ليه؟ لأنه لو بوتي دو شا، صغير الهر، بيقولوا له شاتون، والأنثى بيقولوا لها شات. أن شا، أون شات، أن شاتون. من هيك أن شا بنحط له تي. فإذا أول كلمة شفناها لليوم أن شا. ما تنسوا أن شا يعني هر. فيكم ترسموا إذا بتعرفوا ترسموا، رسموا أن ش، اكتبوا أن شا ورسموا حده هر. أن شا ما تنسوا. سون بوتي شو منقول له؟ أن شاتون. وأنثى منقول لها أون شات. إذا أن شا هو ذكر. أن شا، أون شات، أن شاتون. ش. سي اش. جو كونتينيو. لو دوزيام مو طلعوا فيه منيح. وين موجود سي اش؟ presque au milieu, presque à la fin aussi. Regardez bien la photo. طلعوا منيح منيح بالصورة. Une vache. V A va. Ch. E. À la fin le E, je ne le prononce pas. Une vache. Une vache. Vache يعني بقرة. Une vache. Très bien. Je continue. أكيد كلكم كلكم عرفتوا إنه عندي شوكولا. فوزوا كتير منيح وسكروا تمكن على الأو. إلى فرمي الأو. دو شوكولا.
شوكولا. حتى بالعربي شوكولاتة بتقولوا، بس ان فرانسي شوكولا ونو برونونس با لو تي. دو شوكولا تشوكليت بالانجلش، شفتوا بيشبهوا بعضهم. دو شوكولا ما تنسوا اون اكري على فان لو تي اون لو برونونس با، وما تضيعوا بينه وبين الانجلش لانه بالانجلش بحطوا له او على فان. دو شوكولا تي على فان، شوكولاتيه، شوكولاتوري، هول كلهم كلمات بنقول لهم دي مو de la même famille. Famille يعني عائلة، هن من نفس العيلة. الكلمة التالية مثل ما شايفين هيدا قصر. القصر ان فرانسي بنقول له ان شاتو. هيدي كلمة جديدة، ان شاتو. شاتو شوفوا، أول شي في عندي لو فونيم ش سي اش، من بعدها جي لا لتر ا. على الا ما بنسى ابدا نحط اكسان سيركونفلكس، يعني هو اشاره بتشبه القبعه مثل الشابو. شوفوا شكله لما تنسوا ابدا، بيشبه الشاتو. شفتوا من فوق كيف الشاتو شكله مثل القبعه؟ زيت الشيء اكسان سيركونفلكس ان شاتو. من بعد الا في عندي تي، واخر ثلاث احرف هن او ا او انسامبل مع بعضهم بيعطوني لو سون او. ان شاتو، ان شاتو يعني قصر. الكلمه التاليه مين بيتذكرها؟ حصان. شو بيقولوا له؟ ان، تعالوا نقراها سوا. ش او صافي شو، ف ا صافي شوفال، ل ان شوفال. تري بيان، شوفال. وأنا كتير فخورة باللي عرف يقرأ هيدي الكلمة، لأنه نحن منربط الأحرف ببعضهم. بس انتبهوا، مرات بالفرنسي نحن عم نربطهم بيجي أحرف ما لازم نلفظها، ولا أحرف نلفظها بطريقة تانية، بس بهيدي الكلمة فينا نلفظها كلها سوا. C-H-E ش V-A-L val cheval، يعني حصان. إذا هلا صار وقت نرجع نعيدهم كلهم للكلمات. رح نبدأ مع أول كلمة كانت هر، بنقول له أن شا. طيب مين منكم بدي يقول لي إذا أنا عندي هر لإلي؟ جو دي سي مون شا، هري. تون شا لإلك، سون شا لإله. تري بيان، دونك أن شا، شا يعني هر. تاني كلمة une vache، une vache. troisième mot du chocolat، n'oubliez pas on met un t on le prononce pas، du chocolat. le quatrième mot c'est un château، un château. ما تنسوا ابدا انه e a u نسمعون o، يعني قصر. اما الكلمه الاخيره فهي un cheval، أي الحصان. أن شو فال، وأنا لفظت الأو هون لأنها بوسط الكلمة. لحقتوا تكتبوهم؟ برافو. هلا لأنكم تعبتوا وبتستحقوا، رح نتوقف مع أغنية بتحبوها كتير، ومن بعدها ننتقل على الإكزرسيس أو تابلو. Je suis malade، je vais chez le médecin. Quand je veux du pain، je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande، et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier، quelle joie d'aimer son métier. Je suis de retour mes amis. Je suis devant le tableau. On va faire un exercice. Vous êtes prêts? Moi, je suis prête. أنا حاضرة، أنتوا حاضرين؟ برافو. أكيد حاضروا الدفتر والقلم لأنه رح نكتب. شوفوا شو الإكزرسيس تبعولنا. هو دوفينات. أنا حضرت لكم صور مثل ما شايفين. بكل صورة رح نجرب نحزر شو شايفين ونكتبه au tableau. On va écrire au tableau. Regardez la première photo.
Qu'est-ce que vous voyez? شو شايفين? Devinez. Bakara. Bravo. Comment on dit en français? Une vache. Très bien. On va écrire ensemble une vache. أول كلمة. Une le V A C-H. Et n'oubliez pas de mettre le E parce que c'est un nom féminin, une vache. Une vache. Donc, Allah, Bakara, من إلا une vache. El Bakara, en français, la vache. Une vache, هي Bakara. أي بقرة ما بنعرفها. La vache, منكون عم نحكي عن بقرة معينة. البقرة يلي متفقين عليها يلي بنعرفها. انتبهوا ان فرانسي فينا نقول قلت لكم من الاول اون او لا وهيدا الفرق. اذا فينا نقول ال بالعربي ال التعريف بالعربي بنحط لا ان فرانسي. اون فاش. هلا رح انتقل على تاني صوره. احذروا شو في. ريغاردي ان شا. برافو. ان شا سي لو دوزيام مو. دو ان دو ان chat. Un chat. Chat. Comme je vous ai appris, on écrit T à la fin parce qu'on dit un chaton. Une chatte. Et là, je vous kiffe n'écoute une chatte. Un chat, ou el zakar. Une chatte. On double le T. Un chaton. Chaton, on ne double pas le T. Ou el sarir el her. Un chaton. Un chat, une chatte, un chaton. وكتمالي تلعيلي. ما تنسون تلتتون نسمع فيون شش. Donc, très bien pour ceux qui ont deviné. Je continue. Je passe à la troisième photo. Qui veut manger du chocolat? Moi, j'adore manger le chocolat. C'est le troisième mot. Trois. Du chocolat. Et n'oubliez pas le T à la fin. C'est un T que j'écris, mais que je ne prononce pas. Ma bolofso. Bikitbo ou ma bolofso. Du chocolat. Matenso no loh chocolat, men illo une tablette. Je continue. Je vais voir si vous avez vu cette phrase que nous avons vu à l'écran. Hissan, bibda bish. Un cheval. Bravo. Ktir hayin, c'est le quatrième mot. Quatre. Un che. Je prononce le E parce qu'il est au milieu du mot. Cheval. Un cheval. Cheval. Je continue. هيدي كلمة كمان بتعرفوها لأنه تعلمناها اليوم بس بدنا نركز منيح تعالوا نتذكرها بلا ما نتطلع بالدفتر. أن شاتو يعني قصر. تري بيان. أن شاتو. ومين بيتذكر فيه ميزة؟ كلمة شاتو فيها ميزة شو هي؟ تذكروا شكلها من فوق. إذا بتعرفوا ترسموا أن شاتو مثل ما مرسومة كانت بالإكران في شيء هيك من فوق. هيدا ان فرانسي بنقول له اكسون سيركونفلكس يعني اذا بدكم مثل شابو مثل القبعه. هاي اي حرف بدنا نحطه؟ على الاو؟ على الا. regardez comment on écrit un château. 5 c'est le cinquième mot. un château. j'ai oublié quelque chose? oui, j'ai oublié l'accent circonflexe. ما تنسوا ابدا. هيدا الأكسان circonflexe. يلي صار بيقول circonflexe فيقول شابو. شابو يعني قبعة. أن شاتو يعني قصر. إذا بتعرفوا ترسموا القصر فيكم ترسموا بهالطريقة لما تنسوا. هلا أنا ما كتير بعرف أرسم بس إنه أنتوا إذا بترسموا أحسن مني هيك بتتذكروا إنه هو يشبه الأكسان circonflexe. أما آخر صورة أنا نقيت لكم صورة ما شفناها اليوم بس بدي اشوف منكم مين بيتذكر هيدا الحيوان شو بنقول له؟ هيدا كلب والكلب هو صديق الانسان وكثير وفي شو بنقول له؟ ان شيان.
شوفوا كيف نكتب un chien. C'est le sixième mot. Un un chien. بيبدأ بش ch i chien. Chien. قولوها هيك مع بعض. Un chien. Un chien ça veut dire a dog يعني كلب. أرجع عيد الكلمات كلهم. Une vache. Un chat. Une chatte. Un chaton. Du chocolat. Un cheval. Un château. Un chien. واللي ما عندهم سنان من قدام صغار ونزلوا سنانهم رح يطلع لهم أكيد سنان تانيين. ما بيأثر ما رح يطلع معهم هلا لسون ش. بس اللي عنده سنان من قدام لازم يسكرهم على بعضهم تيلفظ منيح لفونام ان شيان. ما تنسوا ان شيان يعني a dog. وبهالطريقه رح انهي معكم اليوم حلقتنا وفقرتنا لليوم. بدي اطلب منكم اصدقائي ترجعوا تعيدوهم كثير كثير منيح وتتحضروا، لانه بالحلقه اللي جايه رح تابع مع هيدا الفونام بس مع كلمات جديده. ما تنسوا vous préparez toujours le cahier le crayon et vous pouvez aussi nous parler. فيكم تتواصلوا معنا على facebook.com/madrasati77kids. انا بحبكم كثير. au revoir. Pour se déplacer, on peut aller à pied. On peut aussi prendre une bicyclette. La moto est plus rapide, la voiture plus confortable. Le bateau va sur l'eau. Le TGV roule vite, vite, vite. L'avion plane haut dans le ciel, comme un oiseau, si haut, si haut.